ايش نفسك يا عمو في رمضان؟ نحن ناكل زي هالناس وبالعيد نسرق اواعي حلو يلمع. انا نفسي في رمضان ناكل ونشرب زي الناس. الاكل والله الله يعلم كيف بناكل الاكل، بيجينا من هان من هان بس. واحنا وضعنا سيء للغاية، وبدنا فطور بدنا صحور بدنا يعني زي بشر البشر نعيش. نفسنا يكون في عنا غاز، والله بحنا بنلم الحطب من الشرب نطبخ عليه. نفسنا نتعيد، نفسنا يكون عنا وعيد، نفسنا في كتير أشياء وإحنا مش قادرين نجيبهم.